تمام. طيب خلينا نكمل موضوعنا. احنا اتكلمنا في الاول، عرفت ايه هو مفهوم الذكاء الاصطناعي وازاي بيتكلم، ازاي بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ان الذكاء الاصطناعي عباره عن مجموعه من الانظمه تم تصميمها علشان تحاكي الذكاء الطبيعي للانسان، ولكن بليفل او بمستويات اعلى. من خلال هذه الانظمه انا ببدا استخدم هذه الانظمه اللي هي تفيدني في قطاعات العمل المختلفه. خلينا ننتقل لجزئيه ثانيه مع المهندس عمر سليم ونشوف ايه هي المبادئ اللي انا على اساسها بدير الذكاء الصناعي، ايه هي اهم المبادئ اللي اعتمد عليها في ادارتي لادوات الذكاء الصناعي المختلفه. طيب، هي ممكن المبادئ من اكتر من حاجه، تمام؟ يعني من ناحيه اداره المشروع، هو يعتبر زي صديق ليك في موجود في الشركه او مساعد ليك موجود في قلب الشركه، فلازم ابقى عامله ان مش هو اله حاسبه بدوس على الزراير فطلعت النتيجه اقول صح او غلط. يعني ممكن واحد مثلا يسال الذكاء الاصطناعي، سواء مثلا عندنا اشهر حاجه شات جي بي تي، عندنا بو، عندنا جيميناي، عندنا كوبايلوت، دول اشهر حاجات، لكن في كتير منهم، في كتير اكتر منهم بكتير متاح ان انت تستعملهم. في حاجات بتبقى متخصصه في اداره المشاريع، حاجات متخصصه في الهندسه، حاجات رهيبه جدا. فالاساس بتاعي ان ده صديق ليا، يعني ممكن اساله سؤال فيبدا ان هو يجاوبني اجابه خاطئه، فاقول له لا ده انا عايزك تجاوبني اجابه تانية، لا انا مش ده اللي انا اقصده. يعني انا ممكن اساله في حاجه فهو جاوب من ناحيه تاريخيه او من ناحيه نظرية او من ناحية، يعني كذا مرة نسأله في اسئلة فيجاوب اجابة بعيدة تماما عن اللي انا عايزه. فكل اللي انا اعمله قبل ما اسأل ممكن اديله ايه مثال، او اديله مثال من مشروع قبل كده واقول له بالنص كده اعتبر نفسك كذا، يعني اقول له ايه اعتبر نفسك مدير مشروع متخصص في البي ام بي. ساعتها بمجرد الكلمة السحرية دي بيبدا يديني اجابة دقيقة جدا. اقول له ايه انا عايز اجوبة عملية مش عايز اجوبة نظرية، فساعتها بيبدا ان هو يخصص لي الاجابه. مع الوقت لما انا ممكن اقول له ايه وجد لي وصف البيت واسكت، او اقول له لا انا عايز وصف الحاجه معينه فيها كذا كذا كذا. يعني في مشروع كنا شغالين فيه كان ليه علاقه بتصميم هندي، مدرسه او سفاره حاجه زي كده، فسالته ايه الفرق في النسب بين الأوبب في التصميم الهندي والنسب المصريه او العربيه، فبدا يشرح لي النسب. طب العلم بتاع الهند ده انا عايز اخده رمز في البوابات، فاشرح لي اشمعنا واخدين المغزل اللي كان غاندي بيشتغل بيه وحاطينه رمز، فبدا يوصف لي طب هو كم واحده بحيث ان انا اعمله زيه بالظبط. فلو انا قعدت اقعد اقرا بقى في تاريخ العماره الهنديه عشان ابدا اعمل زيها كان ياخد وقت من كتير. فانا الفكره كلها ما تاخدش اول اجابه يديها لي واسكت، لا لازم ان انا ايه اقول له لا ده مش هو ده اللي انا اقصده، لا ده انا عايز حاجه ثانيه، طب معلش اشرح لي الحته دي. بعد ما يديني الاجابه اقول له ايه طب اعملها لي على هيئه جدول، طب اعمل لي هيئه مقرب من كذا وكذا، طب انا محتاج تقول لي المصادر بتاعت الكلام دوت، لان هو ممكن عنده نسبه كده من الهلوسه، فلازم دي مصطلح علمي بيهلوس في شويه حاجات. فاقول له اديني المصادر على الكلام اللي انت بتقوله. فدي بالنسبه لاهم المبادئ. بالنسبه بقى للناس بتخاف منه اللي هو ان لازم تحط قواعد معينه ان هو مثلا ما يأذيش انسان او ان هو ما ياخدش شغل حد او الحاجات ديت. يعني من ضمن الحاجات برضو موضوع التحيز، او ان هو مثلا ممكن يحكم على حد بصفه خاطئه بسبب ان هو مثلا بيرجع لاحصائيات قديمه، مثلا ان السود مثلا بيرتكب جرائم فيبدا ان هو يتعامل مع السود بشكل اسوأ من البيض. دي حصلت في كذا مره، فعشان كده اتفقنا ان الانسان هو اللي قوت. يعني انا هستعين بالذكاء الاصطناعي واساله واعتبره موظف عندي في الشركه وصديق ليا، لكن في الاول وفي الاخر انا اللي اقود القصه كلها، انا اللي مسؤول. يعني هم سامحوا بالذكاء الاصطناعي مثلا في المحاكم، في محاكم سامحت بالذكاء الاصطناعي، لكن قال لك ما تجيبش الذكاء الاصطناعي موبايل وتخليه يشتغل، لا اقراه وقول انت بصوتك، لان وانت بتقرا لو لقيت كلمه غلط ممكن ما تقولهاش، فانت اللي مسؤول. انا مش هحاكم الذكاء الاصطناعي، هحاكم المحامي او هحاكم الشخص اللي قال الكلام دوت. يعني ما ينفعش مثلا، بالمناسبه دي حاجه حصلت حقيقي في شركة طيران في كندا، شغلت شات بوت بحيث ان هو يتحدث مع الناس ويقول لهم الرحلات بدل ما هم يوظفوا ناس، فادى معلومات غلط فالناس اتضررت. بعد ما حجزوا راحوا لقوا التذكرة مش في ميعادها واشتروا تذاكر، فالمهم المحكمة
حكمت ان الشركه دي هي اللي غلطانه. ليه؟ لانها ما جربتش شات بوت اكتر من مره وتتاكد من صلاحيته. فهو هو موظف عندك، فانت المسؤول، انت اي خطا في الفريق بتاعك اول قاعده ان اخطائهم هي اخطائك، فلازم انت تكون تشتغل عليه اكتر مره وتبدا تشوف ايه المشاكل اللي موجوده فيه وتبدا تغذيه بالكود. يعني هو متغذي بالكود الامريكي مثلا، فتبدا تغذيه بالكود المصري والسعودي بحيث ايه يبدا ان هو يفهم الحاجات. دلوقتي اصبح الموضوع سهل، يعني زمان كنت محتاج تقعد تبرمج وتقعد تكتب وتقعد تعرف، دلوقتي لا، في مثلا النوت بوك مثلا اللي في جوجل، مجرد ان انا ارفع الكود اقدر اساله اقول له والله كذا كذا كذا. يعني النوت بوك مثلا كان بحاول ان انا اعمل منهجيه معينه، فرفعت له 14 كتاب، قلت له اقرا ال 14 كتاب دول وانا محتاجك تجاوبني من ال 14 كتاب دول، ما تدورش في النت، هم ال 14 كتاب دول هم دول اللي انا محتاجهم، فيبدا ان هو يجاوبني من الكتب دي بس.